واكيد رجعنا وياكم مكملين فقراتنا. وصلنا وياكم لفقره ومضات، والمضه الاولى اكيد وياك يا خمسه. نعم اكيد يا ثمر. ميسي يوافق على الانتقال الى الهلال السعودي بعرض 1.2 مليار دولار. ذكرت شبكه فوت ميركاتو الفرنسيه ان رحيل ميسي عن صفوف باريس سان جيرمان خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله بات في حكم المؤكد، واضافت ان هناك صراعا بين برشلونة والهلال السعودي للتعاقد مع ميسي، لكن اتجاه بيئة النجم الأرجنتيني يميل بالكامل نحو العرض السعودي والذي يبلغ قيمته 1.2 مليار يورو على موسمين، وهو أضخم عرض في تاريخ كرة القدم وأكثر من ضعف ما يحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي. طبعا ميسي حير العالم صراحه. نعم دائما اخبارنا ويا ميسي، انتقل هنا وانتقل هنا. انت برشلونيه ولا رياليه؟ لا برشلونه. يعني تنطبق عليك الكلمه حبيبي برشلونه. طبعا اكيد اكيد تحياتنا لكل مشجعي برشلونه. اما الومضة الوياه تتكلم عن استاذ غينيس، تصف ايس كريم ياباني الاغلى في العالم بسعر 7000 دولار للقطعه الواحده. بيكابو الاسم الياباني للايس كريم الذي يعني الليله البيضاء. سعر الباهظ يعود لمكوناته الفاخرة القادمة من إيطاليا التي تعتبر وطن الآيس كريم. مكوناته تتضمن الكمال الأبيض النادر الذي تقدر قيمة الكيلو الغرام الواحد بنحو 15000 دولار، وتشمل أيضا أوراق الذهب الصالحة للأكل مع نوعين من الجبن الطبيعي. المنتج الباهظ الثمن الذي أطلقته شركة سيلاتو اليابانية على موقعها الإلكتروني التي وصفته بأنه جيلاتو غني وناضج مع رائحة حسية وفريدة من نوعها، وقالت أن تطوير المنتج استغرق أكثر من عام ونصف. صراحة الايس كريم كلش غالي، بس هو غريب يعني واحد يضطر انه يجمع الفلوس حتى يشتري. مكوناته تجذب بصراحة، صح. مو اكيد يسوى، اكيد يسوى، لان انت الجبن فاخر. نعم. الكمأ الابيض النادر. طيب تعتقد انه لو بالعراق موجود راح يعني نشتري؟ يعني نبيع سيارة نشتري ايس كريم؟ رخيص كلش طبيعي. طيب اما الومضة الاخرى لتنشيط الذاكرة، أطعمة سوبر فود مهمة للطلبة في الامتحانات. تشير أخصائيات التغذية دانا حموي إلى ضرورة تناول الطلبة لأطعمة السوبر فود، حيث أنها تزيد من مستوى التركيز والانتباه وتحافظ على نشاط الجسم خلال فترة الامتحانات، بما يساعد الأطفال على المذاكرة وإجراء الاختبارات في أفضل الظروف. ومن بين هذه الأطعمة نجد البيض وأيضا السلمون والبروكلي والمكسرات التوت البري الشوكولاتة الداكنة، كما شددت على أهمية النوم باكرا وتنظيم ساعات النوم بالإضافة إلى شرب الماء بكميات كبيرة والتعرض للشمس لأخذ فيتامين دي، حيث نحافظ على صحة جيدة لأبنائنا ويكونوا في أفضل حالاتهم خلال فترة الامتحانات الدراسية. طبعا فعلا بهذه الومضة انه نعم. أشعة الشمس، النوم اللي بصورة صحيحة، نعم. شرب المي، أكل الفواكه والمكسرات، هذا نعم. كل مفيد. الذكريات دائما احنا نشوف يعني اهلنا نعم. ينصحون بهذه النصيحة من كنا احنا اطفال، اكل الكازو وايضا الزبيب وغيرها من هذه الاشياء، خصوصا بوقت الامتحانات والدراسة، النوم مبكر وحتى بالعطلة الصيفية مرات انه يقشمرون حتى ننام من وقت. طبعا هذه النصيحة يعني طلاب الصف السادس بما انه هم مقبلين والثالث متوسط كذلك بعد نعم. اعتقد يوم او يومين امتحانهم، فنتمنى التوفيق والنجاح لكل طلبتنا الاعزاء. اما الومضه الوياه راح تتكلم عن وصفه صاروخيه لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش في 10 ايام فقط. من المشكلات الشائعه دوما هي تساقط شعر الرموش وايضا الحواجب، مما يؤدي الى ظهور فراغات وجعل الشعر خفيف. ولحل هذه المشكله بمواد طبيعيه من المنزل اليك هذه الوصفه. كل ما عليك هو غمس قطعة من القطن في زيت الخروع، ثم قومي بتدليك الحواجب وأيضا الرموش قبل النوم، ويترك لمدة ساعة أو للاستيقاظ صباحا، ثم يغسل جيدا، وتكرر هذه العملية يومين في الأسبوع، وراح تحصلين لنتيجة كلش حلوة خلال 10 أيام. حلو. طبعا الوصفة رخيصة متوفرة. نعم نعم. أنا بصراحة شوي عندي شك بهيك مواضيع، ما
ما اعرف ليش. لا انا يعني سامع انه زيت الخروع هو يكثف الشعر، مو فقط الرموش والحواجب، حتى شعر الراس. بعض المراكز اللي يهتمون دائما بالشعر ولا غير هيك موضوع، يقول انه كثره الزيت للشعر اساسا مضره، فانت احنا حايرين. اي عافيه، مرات واحد يقول احنا ما نستخدم لا زيت ولا وقع شعرها. عافيه. اما الومضه الاخرى النوم المتقطع يؤدي الى شيخوخه الدماغ بشكل متسارع لدى كبار السن. في دراسه حديثه استخدم الباحثون وتقنيات تصوير متعدده لاستكشاف كيفيه ارتباط الدماغ بالشيخوخه المبكره ومشاكل النوم، وتوصلوا الى ان نوعيه النوم السيئه والنوم المتقطع مرتبطان بتسارع شيخوخه الدماغ، مما يسلط الضوء على اهميه معالجه مشاكل النوم للحفاظ على صحه الدماغ لدى كبار السن. وضمت الدراسه التي اجراها باحثون بالمملكه المتحده او بالمملكه المتحده 50 متطوعا اكبر سنا بصحه جيده تبلغ اعمارهم 65 عاما او اكثر. طبعا احنا النوم المتقطع هذا طبيعي عندنا بسبب انه تطفي الكهرباء اكو ساعه فازين بلش الحر عندنا، فالنوم اكيد متقطع. نعم. بالإضافة أكو ظاهرة يعني هي اللي تقطع النوم بالمناطق الشعبية بالتحديد، الباعة المتجولين، أبو الغاز، أبو المي، أبو الحلويات، أبو المسواك. بالفترة الأخيرة لكن ممكن أصغر ما راح تنومين، خصوصا اللي غرفهم تكون على الشارع اللي مثل غرفتي. الله يساعدكم، هذول يعني بهذا الجيل. طيب نعم. من كنا صغار شنو اللي النوم المتقطع يسبب؟ اللي هم يدقون الجرس ويلهزموا. هذا عافية، هو كل جيل له فد شيء معين يخلي الناس تتقطع نومته، إضافة إلى نومة السطح اللي هو بالأربعة أو بالخمسة صار الدنيا نهار ويلتم علينا التليفون. تمام، رتحن هاي الايام مو يجي بس على الحلوين. ها عافيه، صح تحن هاي الايام يا بعد. هي حياه البساطه ماكو احلى منها بالفعل. بس هسه النوم المتقطع هو هم انت ذكرتي الكهرباء وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الموبايل او الاجهزه اللوحيه بصوره كلش خطره وقويه، بحيث ذكرنا انه النوم المتقطع يؤدي الى شيخوخه مبكره. بعد حتى فبكيفكم احنا اعطيناكم، خلاص انه احنا اعطيناكم الحل الان وهمسه، فبكيفكم تريدون تتجعد بشرتكم من من وقت وتكبرون، تريدون تبقون صغار وكتاكيت وحلوين مثلنا وكيوت، كيفكم. طيب اما الومضه الاخيره اللي وياي تتكلم عن نوعيه طعام افضل من توقيت تناوله لانقاص الوزن. يرى خبراء التغذية أن نوع الطعام وكميته وتوقيت تناوله جميعها عوامل مهمة في تحديد حرق الدهون وإنقاص الوزن، وفيها يتعلق بالتوقيت الأنسب لتناول الطعام. ويوضح خبراء أن أكل شخص لديه ساعة بيولوجية خاصة به بالاعتماد على موعد نومه واستيقاظه عادة، وبالتالي نظامه الغذائي يختلف باختلاف ساعته البيولوجية. ويرى خبراء الصحة العامة يجب أن يكون هناك ما بين ساعتين إلى 3 ساعات بين الوجبة الأخيرة والنوم. وفيما يتعلق بالكميات فإننا ننصح بتناولها خلال النهار، لأن هناك مجهودا بدنيا أكبر من تلك الفترة، وبالتالي حرق المزيد من الدهون. وإن شاء الله أكيد الصحة والسلامة للجميع، ويا ربي الكل يلتزم بنظام الغذائي وايضا بنوع الاكل اللي يتناوله والاختلاف بين ساعه واخرى. بالفعل يا سامر، كلش يعجبني الشخص اللي مرتب حياته ومنظم حياته ومنظم وقته. اكيد مثلك طبعا، انت شخص مثالي كلش حلو. يعني ذول الاشخاص دائما يوصلون لهدف يعني معين، صح. وبالتالي هو النجاح. صح. شخص اليوم لذلك اهتموا بصحتكم، اهتموا بمظهركم، ويا ربي الصحة والسلامة للجميع. أكيد هنا تنتهي فقرة ومضات ويانا، وبعدكم أكيد مستمرين بفقراتنا العديدة والمنوعة، فخليكم ويانا.